يوم سعيد لجمهور النادي الاهلي النهارده. بالمناسبه انا لسه بسال الشباب بقول لهم مش كلهم الحقيقه يعني، لكن ذكريات سعيده جدا في النهارده، مش النهارده لانه انا لسه بسالهم كلهم بقول لهم يا جماعه حد راح اتفرج على الماتش ده بتاع 6-1 في الملعب؟ فمودي واحمد قالوا لي احنا رحنا الملعب. ها دي حقيقه. فاكر ايه من الايام دي؟ لا فاكره طبعا النهارده يعني، كان انا فاكر الماتش ده كنا لازم نكسبه وبعد كده نلعب الاسماعيلي عشان بطوله الدوري يعني. طبعا ما كناش متخيلين 6-1 يعني صراحه يعني، مش حتى الفتره اللي قبليها كان الزمالك بيكسبنا اكتر. الفتره دي كان قبل كده اللي قبليها على طول، بس الماتش ده كنا احنا حاسين ان احنا هنكسب، بس طبعا مش 6. بس لما رحنا طبعا كان اول مره بقى يعني، انت كل 5 دقايق جون فانت يعني لا لا. ولو تفتكر الماتش احنا ضيعنا بتاع 8 تجوان كمان يعني، كسبنا 6-1 والاهلي ضيع اجوان كتير جدا. يعني مع صفاره النهائي اصلا خالد بيبو كان رايح يحط انفراد. بس يعني كان وليد وخالد. ايوه بالظبط.